الآن تتعرض محافظات الجمهورية حاليا لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتمثل في هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالرياح وانخفاض في درجات الحرارة. هذا وقد اطمأن رئيس الوزراء مصطفى مدبول على استعدادات المحافظات للتصدي لموجة الأحوال الجوية السيئة، ووجه المحافظين إلى الاهتمام بالمناطق ذات الكثافات العالية والوجود في الشوارع لتفقد الأحوال لحظة بلحظة. أهابت وزارة الري بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر خلال الأيام الحالية للتعامل إزاء موجة الأمطار والسيول والاضطرابات الجوية، وطلبت الوزارة المواطنين باتباع كل التعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة من جميع قطاعات الدولة والابتعاد عن مسارات مخرات السيول وعن أعمدة الكهرباء والإنارة وعدم ملامستها، إلى جانب تجنب السير أو الجلوس أو ركن السيارات أسفل الشرفات أو إلى جانب المنازل القديمة. قال رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد كمال إبراهيم إن العواصف الترابية التي تتعرض لها المحافظة أدت إلى سقوط 36 برج كهرباء وعمود إنارة بالمناطق الجنوبية، وأضاف إبراهيم أن الأبراج والأعمدة سقطت في المناطق الممتدة من قرى جدة وحتى قرى الأربعين، مؤكدا وجود خطة بديلة لجأت إليها القرى والمدينة من خلال الاستعانة بمولدات الديزل لتشغيل محطات المياه وأفران الخبز. أعلنت وزارة الكهرباء استشهاد أحد العاملين لديها ويدعى هاني حسن خلال إصلاحه عطلا على عمود جهد منخفض على محول لقرية صنعاء التابعة لهندسة كهرباء الخرجة بالوادي الجديد. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العامل بعد انتهاء العطل وقبل نزوله من على السلم اشتدت الرياح مصحوبة بعاصفة ترابية ما أدى إلى سقوط السلم به، وقد جرى نقله إلى المستشفى لكنه توفي لدى وصوله إليه. قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران رشدي زكريا إن رحلات الشركة الوطنية شهدت انتظاما بنسبة 85% بمطار القاهرة والمطارات المصرية، عدا تأخيرات بسيطة في بعض الرحلات الداخلية وذلك في ضوء سوء الأحوال الجوية. هذا وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين من المطارات المصرية خلال الساعات المقبلة بضرورة الوصول إلى المطارات قبل موعد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات. أعلنت القنصلية العامة المصرية في جدة في بيان لها أنها مستمرة في التواصل مع مجموعات المعتمرين الموجودين في جدة والمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة، بالإضافة إلى المواطنين الزائرين الراغبين في العودة إلى أرض مصر، وذلك فور صدور قرار السلطات السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين بالمملكة من وإلى عدد من الدول من بينها مصر. وقامت القنصلية كذلك بإجراء اتصالاتها مع الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، بالإضافة إلى شركات النقل الجوي المصرية والسعودية العاملة في المملكة من أجل تنسيق عملية إعادة المواطنين العالقين إلى مصر. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تنفيذ الملاحظات الأخيرة على المبادرة الخاصة بتشجيع المنتج المحلي وتخفيض الأسعار، وذلك تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وخلال الاجتماع أكد مدبول أن الحكومة انتهت بالفعل من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة والجهات المعنية من إعداد المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة، إلى جانب دعم المنتج الوطني وتحريك السوق والمبيعات، وهو ما يدعم في نهاية الأمر الاقتصاد المصري. أعرب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس عن قلق مصر البالغ إزاء قيام بعض الدول بتجنيد ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا ونشرهم في ليبيا، الأمر الذي يمثل انتهاكا للسلم والأمن الدوليين. جاء ذلك خلال مشاركة مصر في جلسة مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب والتطرف في إفريقيا، وأكد إدريس رفض مصر القاطع لهذا المسلك
مطالبا المجلس بالاضلاع بمسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين من خلال فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن بشأن منع انتقال الإرهابيين.